فيليب لويس يتقدم، اكو فيليب لويس، نعم وصلت الكرة الى فيليب لويس الرأسي، جول جول لأتلتيكو مدريد. اعتقد انه هدف مستحق لأتلتيكو مدريد بعد البداية القوية مع بداية الشوط الثاني. هنا يأتي الهدف الأول مع الأنصار القادمين ربما من العاصمة مدريد، وأتلتيكو مدريد أخيرا يتقدم بالهدف الأول. الكرة كانت ملعوبة من الضربة الركنية، تحولت إلى فيليب لويس. فيليب لويس لاحظ معي ينقل الكرة بهذا الشكل، الكرة الرأسية في الزاوية البعيدة، وبالتالي أمامك الهدف الأول لمصلحة أتلتيكو مدريد. هذا الهدف ممكن يحلي لنا المباراة أكثر وأكثر وأكثر. وصاحب الهدف هو سأول بكرة أتلتيكو مدريد مرة أخرى، تحولت في الجهة اليمنى، ممكن الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد. غريزمان بعد غياب على مدى 9 مباريات في الليغا يأتي الآن ويسجل الهدف الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد، وفي الوقت المناسب، لأن الحقيقة إيبر كان هو الفريق الأفضل، الفريق الضاغط. يأتي الآن غريزمان ويسجل الهدف الثاني في وقت مناسب جدا عند الدقيقة 73. لكن لاحظ الكرة السابقة، هو اللاعب اللي حصل على الكرة، غريزمان نقلها في الجهة اليمنى، تابع ومباشرة على الطاير بهذا الشكل الجميل المتبادل. كرة جميلة ملعوبة، واللاعب اللي صنع الهدف اللاعب البديل غاميرو أول لمسة يصنع هدف، وغريزمان يصل إلى الهدف الثاني، الهدف